تخطيط داعشي وشبكات تهريب، ضعف للحراسة وتواطؤ من الداخل، تغيرات عسكرية على الأرض وفوضى في المخيمات. أضف إليها تبرؤ الدول من رعاياها الدواعش وشكوى القوات الكردية من ثقل الحمل على كاهلها وحدها. كلها ظروف شجعت الدواعش على شق طريقهم بأنفسهم خارج أماكن الاحتجاز. إحدى هذه الطرق هي لتركيا، بوابة البعض للعودة إلى بلادهم. العديد من العائلات، النساء والأطفال، يحاولون الهرب إلى تركيا لأنهم يعلمون بأنها ستقوم بترحيلهم إلى بلادهم وبشكل سريع وفق سياسة أردوغان الجديدة. لا ينكر أبو محمد أن الوضع اليوم بات أسهل لعمله في تهريب الدواعش، والفضل يعود لسيطرة الجيش التركي وحلفائه من قوات المعارضة السورية على المنطقة. هالحظ الوضع صار يعني أحسن من قبل، بعد ما أخذ الجيش الحر رأس العين وتل أبيض صارت التكلفة أقل والمخاطر أقل والوقت أقل، يعني تقريبا أحيانا بنفس اليوم نوصلهم. ضابط التركي اللي بمنطقة الراعي يأخذ مني على الشخص الواحد $1,400، يعني جربناه وهو ما يقدر يلوس معانا لأنه حافظين له محادثات، إحنا حافظين له شغلات يعني ماخذينها ضمانة. تنتهي مهمة أبو محمد بإيصال الهاربين إلى الحدود التركية، أما الجزء الثاني فيبدأ من هناك مع مهرب آخر، مازن تحت هذا الاسم المستعار، تحدث إلينا. لما بيوصلوا عناصر التنظيم لتركيا عن طريق اللي كلمني مشان عنصر داعش، بكون مخدم. قلت لك ذكرت أنا البيوت على المناطق الحدودية تكون بالمدن الحدودية، نحن بناخذ ونجيبه على تركيا على إسطنبول المركز. معنوياتهم ضل محبطة، كانوا يعني الخوف شديد عندهم، ارتباك، يعني أنت مجرد النفس له، يعني هو يعتبرك هيك لأنه لا طلع له، أنت خلص مسكته. لما بنستلمه نحن نعتبر نحن كل شيء له، السبيل للحياة يعني. مازن هو الجزء الثاني لعملية هروب الدواعش وعوائلهم من سجون ومخيمات شمال سوريا، مهرب مأجور يستلم زبائنه بعد وصولهم للأراضي التركية. نتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، فايبر، الإيمو، التويتر. ثاني شيء عن طريق أشخاص يكونوا طلعوا معنا عن قبل، نتفق على السعر، على المبلغ والموعد، بصير تأمين المبالغ في مكاتب عن طريق مكاتب تأمين. عند الوصول يعني لما بيوصل النفر في شفرة، عن طريق شفرة بنستلم احنا مصارينا عنها. رغم ما تدعيه تركيا من القيام بمداهمات لإيقاف عمليات التهريب، إلا أن مصادرنا أكدت لنا أن رؤية عناصر يشتبه بانتمائهم لداعش في تلك المناطق الحدودية بات أمراً مألوفاً مؤخراً. وبالنسبة لمازن فقد ازدهر عمله وازدادت ثروته بعد توافدهم. بالنسبة لعناصر داعش أو عوائلهم والعوائل، من 2016 تقريبا أنا بلشت أتعامل بموضوعهم، صارت نسبة الخروج قوية بالنسبة لهم، وكانت في مبالغ يعني كبيرة جدا تندفع من قبلهم. ناخذ على الشخص 15,000 يورو، إن كان طفل صغير ولا كان كبير، هذا السعر المتداول والمعترف عليه تقريبا، يعني فيك تقول. سواء للذين يحملون جنسيات أوروبية أو غيرها، فالهروب إلى أوروبا هو جل ما يطلبه زبائن مازن من الدواعش، وهو من جهته يفتح لهم الطريق. طريق البر أفضل بالنسبة لعناصر داعش، الطريق البر هو الأفضل، فيك تكمل لكذا بلد تفوت، لكذا بلد وما رجت بدك تمشي بكذا طريقة، وطرق أمان يعني ناجحة والأمان يعني موجود فيها.